الآن الاستعدادات قائمة لاندفاعة الجياد فتحت البوابات واندفعت الجياد المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في شوطنا الأول أول الأشواط في هذا الحفل على مسافة الألف متر على بركة الله تعالى والانطلاقة السريعة في هذه اللحظات وشاهدها لي على ما يبدو يسخي في المركز الأول في هذه اللحظات وأخذ المبادرة الدخول القوي الآن لعالي نجد في المركز الثاني المركز الثالث يتجه إلى العرم في هذا هذه اللحظات مع دخول من الخارج الآن لرقم عشرة في هذه اللحظات محرية في محاولة أيضا للتقدم في هذا الشوط ولا زالت الصدارة ليسخي لفؤاد محمد فهد بن غشيان مع انطلاقة الشوط كان في المركز الأول إلى هذه اللحظة المنعطف في الأخير بداية الخط المستقيم يسخي يحافظ على الصدارة والمركز الأول محاولات لعلي نجد الآن في محاولة لخطف المركز الأول في هذه اللحظات بينما الدخول القوي في هذه اللحظات مش مشاهدينا الكرام مشاهدو للعرم على ما يبدو من الخارج الان في محاوله ايضا للانقضاض على الصداره الدخول الان من الخارج مشاهدينا الكرام لباور باور الى المركز الاول بكل قوه ما شاء الله تبارك الله العرم في المركز الثاني والمركز الثالث